تعال. ولا يا امي مبروك يا نورعين. يا امي مبروك يا ماما. مبروك يا حبيبي. مبروك يا روح قلبي. ثانك يو يا فندم. بنت ده انا ماسكاكي بدراع واحد حبابي عينيك. دي بقول لك ايه؟ ايوه انا رايي يعني ان انتوا يلا لبسوا لبسوا الدبل ونخلص. جبل احنا بس مستنيين بيبو يطرد والله معلش. وبيبو راح فين ان شاء الله؟ الغايب خليته معايا. اهدي بس انتي. ما قلناش حاجه بس اديكي بتقولي الغايب شكله هيفضحنا ويفلق ده مالوش كلمه اقسم بالله. ماما ابوس انت عارف انا مش صعبان عليا غير اخر البيت. ماما ماما ابوس ايدك وطي صوتك هتفضحيني. انا مش صعبان عليا غير البنت الغلبانه اللي هي لابسه الفستان وقاعده مش لاقيه مستنيه. احنا بعدنا نجيبه خلاص بعدنا نجيبه. عمك عيل وشكله هيفلق. يا ماما ريلاكس وريني ابتسامتك الحلوه. ايه لا ليه انت برودك ده هيشل امي. اسكتي خالص يا لهوي. ايه ده قمر يا حبيب حياتي. هي ماجي غريب متاخر بقاله اكتر من ساعتين دلوقتي. في ايه؟ واخده بالي. معلش معلش الغايب حجته معايا. هتقول غياب تاني وعمامك وعماتك اللي جايين في السكه اقول لهم ايه؟ غرق في النيل ولا عندك سبب تاني المرة دي؟ ما تقولش حاجة يا بابي. تعالى قوم معايا. مش معقول. طب أنا مش عارف أوصل لباليه، ما راحش الشركة النهاردة أعمل إيه؟ ولا جه الشركة عندي برضه مش عارف. يعني إيه؟ هيكون اختفى؟ لا ما تقولوش كده. شكلهم كانوا بيحبوا بعض قوي. عادي ما عمل كده مع اللي قبلها. طب اعمل ايه؟ ادور عليه فين انا دلوقتي؟ طب اقول لكم ايه، انتوا جربتوا المطار؟ لا طبعا مستحيل يكون سافر. والله مش بعيد عليه. لا لا ان شاء الله. لا ان شاء الله. ان شاء الله. وبعدين بقى انا قلبت عليك جماليه فص ملح وداب. وانا رحت سالت عند اصحابه القدام قلت يمكن يكون راح عند حد منهم ما حصلش. هقول اللي بتعمله ده يا بليغ ينفع كده؟ برضه يا جماعه ممكن يكون معاه عذر وحصل له حاجه ولا حاجه. يبقى كده لازم ندور عنه في المستشفيات. ايوه هنعمل ايه؟ استاذ جابر. ايوه انا فرغت الكاميرات اللي في الشارع واللي جوه المحل ما ظهرش في الصوره خالص. انا كمان عمال اكلم بليغ من الصبح وتليفونه مقفول. وبعدين وصفيه ما جاتش ليه؟ صفية أنا شفتها كده هوت ماسكة القطة بتاعتها يظهر القطة تعبانة راحت توديها للدكتور. ده وقت قطة هي كمان تهو عليه. هيكون عمل يبني التخرة لي. لا يكونش خلع معاها يا بنتي. ده عريس جاهز من كله. وبعدين بقى يعني مش كنت المفروض خلاص خلصنا من أستاذ رؤوف ده؟ أنا لسه مش بفكر في الحاجات دي دلوقتي. أنا لسه بموف أون. خلاص بقى براحتك انتي حرة. أصل هو يعني لما شاف صورتك قال إنك حلوة وعجبتي. هو قال كده؟ لا. حاولي $1000 وأنا أوريكي صورته. يلا يا ولاد لبسوا الدبل. لا يا نوجة إحنا اتفقنا إن إحنا نلبس الدبل مع بعض. لا 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 أنا أوت الليلة لأن أستاذ بليغ أبو الهنا عملها فيا وطلع كل الانسكيورتيز اللي جواه وعرضنا للموقف السخيف ده. بس أنا غلطانة. أنا غلطانة إن أنا وصفت فيه الناد الإجابات. يا نوجة إيه دي بس إيه دي؟ مش شايفك تكوني ظلماه ولا حاجة؟ ظلماه زي طارق بقى له ساعتين قافل موبايله وأنا لسه مكلمة الصبح وقايل لي إن كله تمام وزي الفل وإنه هيجي. يعرضني للموقف ده ليه؟ يحرجني قدام كل الناس دول ليه؟ هو أنا فريدة؟ وسع وسع وسع. طنط ازاي ازاي؟ بس يا مامي لو سمحتي بقول لك ايه، انا مش مجنونه. انا عندي حاجه عايزه اقولها. انا مش هتخطب الليله. ليه؟ لاني وثقت ببليغ ابو الهنا البي. مساء الهنا من بليغ ابو الهنا. سخرت ليه؟ اهلا حبيبي دبستني. صفيه جت. المهم ماجي موجود. بقول لك صفيه جت مع القطه. مع القطه يعني دبستني وانت خلعت. اهلا دي واقفه لي فوق الكنبه ليه كده؟ مستحلفه لك. اهلا اهلا يا حماد. اه كنت فين؟ اهلا يا حماد اتفضلي الورد. اهلا يا حياتي. لا طيب اوكي. بتنزلي يا حبيبتي؟ مش هنزل يا بليغ. انا مش فريده. انت مجيده. انا عارف. انا ايه؟ ماجي يا حبيبتي ماجي. معلش الترزي والله سلم لي البدله متاخر. والله وطبعا موبايلك فصل شهر. البطاريه لازم تتغير. بس بصي لبست لك قميص اول مره في حياتي وجزمه كلاسيك ماركه اهو.
بيقول لك ماركه ماركه. خلاص بقى ناقصنا بس نلبس الدبل. الله ولا دبل نتصور في ايه ده؟ وانا ليه وانا نافوره عندي النافوره. ايه يا حبيبي لبسها يا ولد. امسك اهي، امسك اهي لبسها.